السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنا ميرا من قناة ميرا كرافتس للأعمال اليدوية والخياطة. وفي البداية إذا كنتوا أول مرة تشوفون القناة، أتمنى تضيفون القناة وتفعلون جرس التنبيه حتى يصلكم كل فيديو جديد، وأتمنى تسعدوني بلايك وتعلقون على الفيديو إذا حبيتوا، لأن رأيكم يهمني. راح أعمل معاكم بلسم للشعر، وهو أفضل للشعر الكيرلي. أنا عملت نصف هذا المقدار، تقدرون تعملون هذا المقدار كامل يطلع لكم 4 قطع، لكن تكون أصغر شوي من اللي أنا عملتها. تمزج جميع المكونات مع بعض باستثناء الزيت العطري، نضيفه في الأخير، ونضع المكونات في قدر مزدوج ويقلب حتى تذوب المكونات وخاصة شمع النحل. وبعد ما تذوب المكونات أضيف الزيت العطري ويقلب، ثم يصب في القوالب، والأفضل استخدام قوالب سيليكون حتى يسهل استخراج البلسم منها، أو تستخدم أكواب الأوراق الخاصة بالمافن، ثم تترك تبرد وتتصلب في مكان بارد، ومدة صلاحيته 3 شهور إذا حفظ في مكان بارد. هذا البلسم مفيد جدا للشعر بكل وقت، وخاصة في وقت السفر لتغير المناخ والماء على فروة الرأس، وله فوائد عديدة. يعتبر اقتصادي، وخاصة مربع صغير منه يكفي لمدة شهر، وإذا توفرت المكونات عندك ممكن تعملين منه عدد من القطع لك ولعائلتك، ويعتبر صحي لأنك تعرفين جميع المكونات لهذا البلسم، وتعرفين أنك تستخدمين شيء صحي لشعرك ولفروة رأسك، وسهل الحمل عند السفر، وما في خوف من تسرب محتوياته لأنه يتكون من مربع جامد. وطريقة استعماله: بعد غسل الشعر بالشامبو ثم شطفه، يوضع القليل فقط على اليدين ويبدأ بفرك أطراف الشعر، وهذه الطريقة تحافظ على الزيوت على أطراف الشعر، ومع هذا يرطب باقي الشعر. ثم يوضع الشعر تحت الماء الدافئ، وتستخدم الأيدي في توزيع البلسم، وطبعا هذا يفيد أكثر للشعر الكيرلي المجعد. أما الشعر الناعم فإنه يطلع دهني، لذا الأفضل التقليل منه. وفوائد زبدة المانجو للشعر: الحماية من أضرار أشعة الشمس، حيث تعمل على عمل حاجز وقائي على الشعر وتحميه وترطبه، وتحتوي على الأحماض الدهنية التي تغذي الشعر وتغلفه بطبقة مرطبة وتصلح الأطراف المتقصفة، وتحافظ على فروة الرأس صحية، لأن خواصها المضادة للالتهاب تلطف فروة الرأس وتهدي الحكة المصاحبة للإكزيما والقشرة، وتعزز لون الشعر المصبوغ لتغليفها الشعر بطبقة واقية، وتحمي لونه فترة طويلة، كما أنها تضفي عليه مظهرا لائقا وصحيا، وتغذي الشعر المجهد لاحتوائه على الفيتامينات المهمة لصحة الشعر. أما فوائد زيت الأرغان للشعر: يحميه من الجفاف والتقصف، ويرطبه، ويعالج تجاعيد الشعر، ويزعيد من لمعانه. وفوائد زيت الأفوكادو للشعر: يقضي على القشرة ويرطب الشعر ويجعله أكثر صحي، ويحميه من الجفاف، ويحميه من التلف والتقصف والتلوث، لأنه يشكل طبقة حماية على الشعر، وممكن استخدامه قبل السباحة في المسابح أو ماء البحر، ويساعد في فك تشابك الشعر. وفوائد زيت جوز الهند: يعالج تساقط الشعر، ويصلح الشعر التالف، ويمنع القشرة، ويضيف اللمعان للشعر ويقويه، ويهدئ من تجاعيد الشعر. وفوائد زبدة الشيا للشعر: تساعد في التخلص من حكة الرأس والقشرة، وتعمل على حماية الشعر من أشعة الشمس الضارة، وترطب الشعر وتزيد لمعانه وحيويته، وتمنع تساقط الشعر وتغذيه. وفوائد زبدة الكاكاو للشعر: ينعم الشعر الجاف والمجعد ويزيد لمعانه، ويرطب الشعر، ويعالج تساقط الشعر، ويصلح الشعر التالف. وفوائد زيت اللافندر: مضاد للميكروبات، ويقلل حكة فروة الرأس، ويمنع ظهور القشرة، ويعطي لمعان ورائحته رائعة، ويقلل من جفاف أطراف الشعر، ويساعد على طوله. هذا البلسم رائع للشعر الكيرلي، ممكن تستخدمينه بنفسك أو تهدينه لعائلتك أو صديقاتك أو قريباتك.
جميع مكونات هذا البلسم أخذتها من الصيدلية، وبعضها طلبتها من موقع آي هيرب. وهذه قطوتنا ريتشي تسلم عليكم، وهي من النوع اللي مهتم كثير بشعرها وتحب تشاهد جميع الخطوات بنفسها. شاكرة لكم حبايبي على المشاهدة، وأتمنى ما تنسون اللايك والإضافة.